يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول أقوم بتحفيظ بعض النساء القرآن ويجلس معهن المحرم، فيقول أقوم بتحفيظ بعض النساء القرآن ويجلس معهن محرمهن، يقول فهل هذا الأمر جائز؟ يا أخي الحمد لله، اليوم اللي يحفظن القرآن من النساء أكثر من الرجال، تعلم على امرأة ما تعلم على رجل. نعم.